هنتكلم في فيديو اليوم عن أحد أجزاء الجهاز العصبي المركزي وهو المخيخ ويسمى سيريبيلم، ويطلق عليها أيضا اسم ليتل برين يعني الدماغ الصغير. المخيخ بيكون موجود خلف جذع الدماغ اللي هو برين ستيم. السيريبيلم أيضا بيتواجد في الحفرة الدماغية الخلفية من الجمجمة واللي اسمها بوستيريور كرينيال فوسا. بيعتبر المخيخ هو مركز تنظيم الوظائف الحركية، ونحط 100 خط تحت الكلمة دي، مركز تنظيم الوظائف الحركية Coordination Center for Motor Functions. وبالرغم من ان المخيخ مش هو اللي بيبدأ بالحركات الفعلية للجسم، الا انه بيستخدم جذع الدماغ علشان يوصل بينه وبين المخ اللي هو سريبرم، لكي يقوم بمجموعة وظائف بتشمل كل من Maintenance of Muscle Tone، المحافظة على التناغم بين العضلات، والبوستشر المحافظة على وضعية الجسم، والبالانس المحافظة على التوازن. بيتكون السيريبيلم زيه زي المخ من نصفين اسمهم سيريبيلر هيمسفيرز. شكلهم مميز جدا لأنهم بيبقوا على شكل الأرنبيط، وبيكون موجود في المنتصف جزء اسمه فيرمس، بيوصل ما بين نصفي المخ. على السطح السفلي من نصفي المخ بنلاحظ وجود بروزين مدورين اسمهم سيريبيلر تونسيلز. المخيخ بيتصل بجذع الدماغ عن طريق 3 أزواج من النيرف فايبر تراكتس اسمهم سيريبيلر بيدانكلز. الزوج العلوي منهم اسمه سوبيريور سيريبيلر بيدانكلز، بيوصل ما بين المخيخ والميد برين. والزوج الأوسط منهم اسمه ميدل سيريبيلر بيدانكلز، بيوصل ما بين المخيخ والبونز. والزوج السفلي اسمه inferior cerebellar peduncles، بيوصل ما بين المخيخ والمدلة أوبلونجاتا. وعلى فكرة كل المعلومات اللي بتنتقل من وإلى السيريبيلم بتنتقل من خلال الثلاث أزواج دول اللي هما cerebellar peduncles. لو شفنا منظر أعمق في مركز كل نصف من نصفي المخ، بنلاحظ وجود تجمع من الأنوية، أكبرهم هو نواة اسمها dentate nucleus. الألياف الخاصة بالدنتيت نيوكلاس بتتصل بالسلمس عن طريق حاجة قلنا عليها قبل كده، وهي السوبيريور سيريبيلر بيدانكلز. ومن هنا الألياف دي بتسافر لمناطق الحركة في قشرة المخ، تحديدا لجيروس اسمه بري سنترال جيروس، وبالتالي بيأثر المخ على التحكم في الحركة. علشان كده قلنا ان المخيخ بيعتبر هو مركز تنظيم الوظائف الحركية.